كما تتوزع مناصب الشغل بين المناصب القارة والمناصب المؤقتة، وإن كانت نسبة الأولى أعلى بشكل ملحوظ من الثانية، وأهدافاً على الربح وضعها أمام تحديات وإكراهات عديدة. اليوم نتواجد بمدينة الدار البيضاء بجهة الدار البيضاء سطات. الهدف هو أيضاً هو أولاً نلتقوا مع جمعية المجتمع المدني، نعرفهم على ما تقوم به هذه الوزارة خدمة للمجتمع المدني، وثانياً هو أنه نتذكروا ونتناقشوا حول بعض المواضيع. اختارينا الدار البيضاء التشغيل الجمعوي. لماذا التشغيل الجمعوي؟ لأن هناك إمكانيات كبيرة جداً لدى الجمعيات، يكفي فقط أنه يكون مواكبة من طرف الفاعل العمومي، وأنا متأكد بأنه المساهمة في الناتج الداخلي الخام غترتفع، المساهمة ديال فرص الشغل أيضا غادي ترتفع، لكن هذا كله فيه مجموعة من الصعوبات، أولا الصعوبات المادية والصعوبات القانونية. الهدف من هذا الملتقى هذا هو نوحد الرؤية ديال مجموعة من المتدخلين، خاصة اللي كانوا حاضرين معنا في الجلسة الافتتاحية، حول المهن، حول الكفاءات، حول المتطلبات على مستوى التكوين، البيئة الضريبية، القوانين، جملة من الأورش اللي انطلقت في هاد في هاد في هاد في هاد المنتدى. في الحصة المسائية غادي يكون إن شاء الله ورشات، وقبل منها غادي يكون واحد الفضاء اللي هو فضاء فيه عروض، فيه معارض ديال مجموعة من المؤسسات، سواء منها حكومية ولا مؤسسات خاصة أو لا فاعلين دوليين. الهدف هو أنه نقربوا الخدمات التي يقوم بها المؤسسات الجمعيات المجتمع المدني، نخلقوا يعني واحد الجسور ما بين هذه الجمعيات، ونحققوا ذاك الالتقاء المباشر مع هذه المؤسسات هذه كلها. والهدف طبعا هو أنه نمكنوا هذه الجمعيات من أنهم يتعرفوا على كل ما تقوم به هذه المؤسسات. الجهات الأخرى إن شاء الله الـ11 غادي يتطرق لمواضيع أخرى مختلفة، واللي غيكون الغاية منها في نهاية هذه التجربة إن شاء الله هو أنه نكملوا الجهات كلها والمواضيع كلها اللي عندها الراهينيه، وطبعا نخرجوا يعني بتوصيات واضحه. هذا لا يعني بانه ليس هناك فقط كاين غير توصيات، هناك توصيات وهناك عمل، هناك استراتيجيه نسيج التي يعني انطلقت تقريبا هذه شهور، واللي بدينا تنفعلوا فيها لا في شقها المرتبط بالرفع من القدرات المجتمع المدني، ولا بشقها ايضا المرتبط يعني بتثمين عمل الجمعيات والمجتمع المدني، ولا ايضا بشقها المرتبط باستكمال البيئه القانونية والضريبية. فهذا عمل كبير متواصل نشتغل فيه مع جملة من الشركاء المؤسساتيين، شفتيهم معنا حاضرين معنا في الجلسة الافتتاحية، وغادي يكونوا معنا يعني شركاء وحدين اخرين في مناطق اخرى وفي جهات اخرى. والغاية طبعا كيف ما قلت هو انه نقربوا هذه المؤسسات من جمعيات المجتمع المدني. كتشوفوا الان اليوم فاعلين كبار في القطاع الخاص موجودين، كاين يعني المجموعة المهنية الابناك، الهدف الفاعلين في مجال الاتصالات والرقمنة، الهدف هو نقدموا خدمات يعني تكون مخصصة للمجتمع المدني بتكلفة أقل وبفعالية أكبر. طبعا هذا العمل غادي يكتمل كيف ما قلت من بعد ما انتهيوا من هذه الجولة كلها في مختلف جهات المملكة.